أهلا بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أوقاتكم بكل طاعة، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة. واسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بفضل الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ من أبناء الأزهر الشريف. شيخ حافظ أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ حسن، ربنا يبارك فيك يا رب. تكلمنا عن الحلال والحرام، عايزين نتكلم عن المنطقة اللي فيها منطقة الشبهات، وكيف نتجنب هذه الشبهات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وحاجة كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين، اللهم آمين. نفكر بس السادة المشاهدين بالحلقة اللي فاتت، احنا بدأنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث العجيب الرائع النبي عليه الصلاة والسلام يوضح فيه بعض الأمور، بيقول إن لا خلاف، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده، لا خلاف إن في الحلال الواضح الحلال المحض لا خلاف فيه، والحرام المحض لا خلاف فيه، وفي منطقة بقى بين الحلال والحرام، وكأن دي ربنا سبحانه وتعالى أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أي حد هينزل في منطقة الشبهات دي هو كده في منطقة الخطر، منطقته بالشبهات دي منطقة خطر. فالشبهات دي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تاني: لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى إن في لا يعلمهن كثير من الناس يبقى في كثير برضو إيه يعرفها، عشان كده في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيه الشبهات؟ الشبهات يعني الحاجات المختلطة، الحاجات اللي هي ما فيش فصل فيها، بتدخل في منطقة كده منطقة الاختبار للعبد، يلزمنا فيها السؤال ونسأل عنها طبعا. هنا بقى أنت أي إنسان حاله من حاله، إما أن أنا عالم فهقدر أميز والله سبحانه وتعالى يختصري بهذا العلم والمعرفة، أو أن أنا من عوام الناس في مسألة الفقه والعلوم والأمر بالعلوم الشرعية. فإذا كنت من النوع الثاني فيلزمني أن أنا أسأل. طيب إيه هي الشبهات دي؟ في شبهات زي مثلا الأمور المستحدثة في التعاملات المالية مثلا، دي بالنسبة لنا بتظل في الشبهات لأن العلماء ما لهمش فصل فيها. طب أصلا يا أستاذ حسن سبب وجود الشبهات إيه؟ سبب وجود الشبهات ممكن يكون في فهم نص، ممكن يكون أمر مستحدث لم نقص عليه أمور من الأمور الشرع الحلال الواضح أو الحرام الواضح البين، لم يتم القياس من قبل العلماء، لم يتم النظر فيه من قبل العلماء، فدي بتظل محل شبهة إلى أن يبت فيها العلماء الربانيين الفاهمين العالمين في هذا الأمر، فلم تصبح شبهة بعد ذلك. اللي هم يتفقهوا في الدين. أيوة. وما كان شبهة في حق البعض لم يكن شبهة فيه في عند البعض، يعني في بعض الناس دي عندهم شبهه وبعض الناس تاني ما عندهمش شبهه اصلا، مش شايفه. الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيعرفنا كده ان ده حلال وده حرام، وفي النص منطقه اسمها منطقه الايه الشبهات. فبيقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في حاجتين. ليه لدينه؟ لانه هو ممكن يرتكب محرم ويرتكب منكر يضيع منه الدين او يضيع منه الاجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، ويلاقي نفسه في الاخر محاسب على هذا الأمر لأنه دخل في منطقة الشبهات. وعرضه الأعراض، الناس أحيانا الأعراض بتسب وتشتم وتلعن وينال الناس منها بسبب أن الإنسان ما اتقيش. إنسان على علاقة بمرأة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقى هذه الشبهات وعرف الصحابة بهذا الكلام، يخرج مع أم المؤمنين صفية من المسجد في الاعتكاف، فالصحابة يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحركوا فينادي عليهم يقول لهم: على رسلكما إنها أمكما صفية. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يضعش نفسه في منطقة الشبهات. ويعلمنا احنا، ما هو لنتعلم نحن، ما يضعش نفسه، عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا. فإذا كان النبي اللي احنا مش هنشك فيه أصلا ما وضعش نفسه في منطقة الشبهات، فما بالنا بنا نحن اللي احنا أصلا محل يعني ضعف، وإن احنا ممكن نقع في أي أمر. فالإنسان ما يضعش نفسه في موطن الشبهة، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهن. وبيقول إن أي حد بيضع نفسه في منطقة الشبهة هو أقرب للوقوع فين؟ في المحرم. ليه؟ وإحنا في حلقة قبل كده أستاذ حسن قلنا إن الحلال دايرته واسعة. لو قلنا إن آدي دي دايرة الحلال، معلش اديني الكروت اللي مع حضرتك كده، يعني أعمل تشبيه بسيط كده.
اللي بيشوفونا دلوقتي والورق لما حضرتك بعد اذنك هات تاني الورق خد الورق كله هنعتبر ان دي دايره الحلال ايوه وادي دايره الحرام اقل منها ايوه ماشي وبينهم المنطقه اللي اسمها منطقه الشبهات ايوه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول انت خليك جوه الدايره دي ده حلال محض ما فيهوش اي خلاف لو انت طلعت بره دايره الحلال مش هتروح الحرام مره واحده انت بتدخل الاول في الايه منطقة الشبهات او المتشابهات منطقه الشبهات دي بقى بتجرك لفين للحرام فالنبي عليه الصلاه والسلام بيدينا بقى مثال تاني ويقول عامل زي الراعي اللي معاه شويه غنم بيرعى حول الحمى ايه الحمى ده واحد عنده الجنينه بتاعته والارض بتاعته وعامل لها سور كده وواحد تاني بيرعى الايه الاغنام فهو نزل بالاغنام بتاعته في المنطقه بتاعت الشبهات المباحه ليه دي مباحه ايوه فنزل في منطقه الشبهات ايه اللي هيحصل حوالين السور بتاع الحديقه دي ايوه فبما انه هو دخل في المنطقه دي فهيلاقي غنم غصب عنه دخل. او خروف دخلت في تاكل الايه من الحمى بتاع حد مش تبعه فهو النبي عليه الصلاه والسلام بيدينا المثال ده وده بقى اللي بيسموه العلماء الورع يبقى انت عندك امر مشكوك فيه ان ده هل ده حلال ولا ده حرام ولكن ما دام دخل في دايره الشبهات فالاصل ان الواحد ايه يبعد عنه وده اللي بيسموه العلماء الورع اتفضل يعني الكرد بتاعت حضرتك انا هاخدها منك في الفاصل او في التقرير هنعرض التقرير الاولاني معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله النهارده 13 اكتوبر 2022 هنفتكر اليوم ده الفتره الجايه ده يوم انطلاق اول مؤتمر من نوعه مؤتمر خاص بالاستثمار الخيري والتنميه المستدامه حضرتك شايف ان وقف النخيل الخيري اللي انشئته مؤسسه نبض الحياه بيحقق فعلا على ارض الواقع التنميه المستدامه؟ هو طبعا يعني احنا كان النموذج النهارده انا راجل النهارده عايز عندي وقف وعايز اضمن ان هو يستفيد منه اجيال واجيال قادمه فببساطه شديده جدا انا النهارده ما بقول ان يعني بعمل بزرع نخله النخله ديت مثلا بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين هيبقى لها عائد، العائد ده مستمر بعد كده ضمنت انا ان في حاجه مستمره يعني الى فترات طويله بتديني عائد والعائد ده هيصرف على الخير وعلى كل ابواب الخير بالعكس ده صوره من الصور الجيده والصوره المحترمه اللي احنا كلنا بنأكد عليها واللي احنا كلنا سعداء بيها ان تكون فيها شراكه والنموذج النهارده اللي موجود عندنا ان جمعيه اهليه او مؤسسه اهليه ما قالت مش هنفرد بهذا الموضوع ولكن انا عايزه معايا الشركاء وهنا يحقق لي الهدف 17 من اهداف التنميه المستدامه وهي الشراكه الشراكة أن يكون هناك تعاون بين الجميع لأن طبعا إن احنا كلنا ما نقدرش نشتغل بشكل فرادي أو بشكل فردي ولكن لازم بشكل جماعي حاجة مهمة جدا إن في مجال التنمية إن احنا الاستثمار مهم قوي أنا بالنسبة لي بالنسبة للصحة نستثمر ونستثمر في البشر فجاي علشان اشوف ازاي اشارك في هذه القضيه احنا جايين النهارده يعني وفد كبير جدا من محافظه الشرقيه من الجمعيات بصراحه نفسنا ان شاء الله باذن الله يبقى في تعاون بيننا وبين مؤسسه نبض لان اللي احنا بنسمعه عنها حاجات كتيره جدا وحاجات مبشره بالخير وفعلا هتؤدي لاستدامه بامر الله النهارده عندنا امل ان احنا يكون في استفاده كبيره من مؤتمر الاستثمار الخيري والتنميه المستدامه والاستفاده القصوى من ما تقوم به مؤسسه نبض الحياه في العمل الخيري الناس دول بيشتغلوا بشكل احترافي الناس دول لما بيكونوا بصدد دخول مجال معين او طرق باب ما من ابواب عمل الخير ما بيعملوش كده بشكل عشوائي بيلجأوا للأشخاص المتخصصين ودي كانت حاجة بينالي جدا الحقيقة في كل الحملات والمبادرات ولا سيما وقف النخيل اللي أكيد كتير من حضراتكم حابين يعرفوا تفاصيل أكتر عنه إزاي نساعد في بناء وطن واحد؟ يعني
على خلفية هذا المؤتمر وكلمة الاستثمار الخيري، وأهنئكم على نجاح المؤتمر حقيقة وعلى هذا الاجتماع العالمين. وعلى يعني وجود مؤسسات مجتمع مدني في إطار هذا الاحتفال وهذا المؤتمر وهذا الملتقى. فكرة الاستثمار الخيري، أصلا الاستثمار بصفة عامة الاستثمار الخيري قائم على فكرة التكافل، بس بدل ما بتتكافل مع أفراد بتكافل مع الجماعات، ودايما ده متاخد مع مؤسسات وجمعيات. أيوة، مع القاعدة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى هنا وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون بخلاف العمل الفردي. احنا بقى الأول كنا بنتعاون مع أفراد عشان خاطر نوصل وصلة مية، نعمل نبني مسجد مع أفراد، دور المؤسسة ودور الفرد المتبرع، فده تعاون مع أفراد. فلما التجربة بتاعتنا نجحت في الاستثمار الخيري اللي هو وقف النخيل بفضل الله سبحانه وتعالى، حبينا نوسع هذه الخبرة والتجارب وننقلها لإيه؟ لناس تانية ممكن يكون ما عندهمش نفس الفكر، أو الإمكانيات مش متاحة ليهم إنهم يعملوا الكلام ده لأي سبب إن كان، هم ما عملوش إيه نفس الموضوع ده. فحبينا ننقل خبراتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدلع الخير كفاعلي، وإحنا أصلا لا نبتغي إلا رضا الله سبحانه وتعالى وما يرضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ده فكرة انطلاقة المؤتمر، إن إحنا ننقل خبراتنا ونوسع دائرة الخير. ودايما بقول كده أستاذ حسن إن أغلب الجمعيات مشاكلها إيه؟ مشكلته في التمويل، بيبقى عنده حالات كتيرة جدا محتاج يقدم لها خدمات، محتاج عنده عروسة محتاج يجوزها، عنده مسجد في القرية بتاعته أو في المحافظة بتاعته أو في المركز محتاج يجدده مش عارف، عنده ناس محتاج يصرف على تعليمهم، عنده أيتام بيصرف عليهم، عنده ناس بتجيب علاج، كل دي أنشطة وأبواب مفتوحة. لكن اللي بيوقفه عن إن هو يشتغل في كل الأنشطة دي بهمة ونشاط وإن هو يقضي على معظمها هو فكرة التمويل، فبيعتمد على التبرعات اللي ممكن تقل أو تزيد، وأحيانا في بعض المناطق بتكون منعدمة. فكرة الاستثمار الخيري بقى جت بتقول له إن أنا هخليه ليك مشروع معانا أو جزء معانا في وقف النخيل يدر لك ربح تصرف بيه على الأنشطة دي. فبدل ما كانت مؤسسة نبض الحياة لوحدها كانت بتلف بقى المحافظات والمراكز والقرى والنجوع والكفور عشان تبحث عن الحالات وتقدم لها الخدمة، وبرضو بيتم بالتعاون مع الجامعات الأهلية والمؤسسات الخيرية الموجودة هناك، فأنا بقول إن كل مؤسسة موجودة في محافظة إحنا هنساعدها إنها تكتفي بنفسها بإنها تقضي على الحالات اللي موجودة عندها ومساعدة الأكثر والأشد احتياجا. خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم، ومع بعد الفاصل مزيد من التفاصيل. وبعد الفاصل رجعنا لكم. ومفهوم يعني خلينا برضو ارجع على خلفية الموضوع اللي بنتكلم فيه، واحنا يعني ان احنا بنجتمع في الخير. ايوه، ولما نجتمع في الخير يعني بنضمن ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. صح طبعا، يعني أكيد. يعني الاجتماع سنة كونية، لا نجتمع على ضلالة ابدا، بنجتمع على خير. يعني من خيرية هذه الأمة الاجتماع على يعني لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. من فضل الله، فجميل ان احنا نجتمع على الخير من فضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. وده مفهوم يعني ده من تجليات الاستثمار الخيري، ان احنا بنجتمع الخير عشان نوسع دوائر الخير ونمد ايدي المساعده والبر والتعاون لبعض. اي عمل جماعي بيكون انجح بكتير جدا من العمل الفردي. صحيح، وان كان بعض المؤسسات بفرديتها ناجحه، ولكن برضو هي مش فرد قائم، هي المؤسسه عمل جماعي برضو، فعمل جماعي متمثل في مؤسسة واحدة، فبيكون برضو بياخد اسم الفردية. لكن لما نيجي نجتمع بقى مؤسسة مع مؤسسة مع مؤسسة، لا، بنكمل بقى الدائرة ديت ونوسع العمل والأنشطة بتاعتنا، فنقدر نوصل بالنفع لأكبر قدر ممكن من الناس. صحيح. ونفتح بعدها ملفات ما كانتش اتفتحت. وقف النخيل الفكرة بتاعته أصلاً قامت على إيه؟ قامت على إن إحنا عاوزين من خلاله إن إحنا نغطي الأنشطة اللي عندنا والملفات الخيرية اللي موجودة عندنا. فلما بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا في الأول 10 فدان خدناهم في وادي النطرون، وبعد كده اتنقلنا للألف فدان اللي في الفرافرة اللي بفضل الله سبحانه وتعالى أتمينا زراعتهم على أكمل وجه، وشاء الله سبحانه وتعالى إن احنا ناخد برضو مساحة أفدنا، ففي 8000 فدان قررنا إن احنا ما نبقاش فيهم لوحدنا. قررنا إن كل مؤسسة تحب تستثمر وتعمل استثمار خيري ليها ومشروع خيري ليها يكون لها معانا سهم. عشان كده أنا كل مرة بقعد مع حضرتك بقوا نادي على المتبرعين ونادي على الأفراد، يا جماعة سهموا معانا، يكون ليك نخلة، يكون ليك نخلة تدر ربح
نصرف بيه على الأنشطة بتاعتنا ويكون استثمار برضو خيري ليك عند ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بقى أنا بدعي كل الجمعيات الأهلية وكل المؤسسات الخيرية إن هم يحطوا إيديهم في إيدينا، وإحنا عندنا خبرات الحمد لله رب العالمين، خبرات كفيلة إنها تقوم أي مكان وتخلي أي حد يبقى عنده دخل وأرباح تصرف بيه على الأنشطة بتاعته وكل ده خير. لأن أنا لو أناني كنت هستأثر بهذا الأمر وأقعد أقول أنا الأول في مصر، أنا ما فيش مني في مصر، ما فيش حد يعرف يعمل زي، كنت أقول كده. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل اللي قائم عليه مؤسستنا هو تقديم يد المساعدة والعون لكل محتاج، والعمل الجماعي للوصول لأكبر قدر من الاستفادة في أي مكان وعلى صعيد أي مستوى. المهم إن إحنا هدفنا إن يوصل علينا، يجي علينا وقت ما يكونش في مصر في بيت ولا أسرة محتاجة حاجة إلا ونقدر نحملها. ده من خلال تكامل الأدوار اللي بنتكلم عليه دايما، وإن جمهوريتنا الجديدة محددة الأدوار، الأعمال الكبيرة اللي بتقوم بها الحكومة. اللي هذه الأعمال ما تقدرش أي مؤسسة من مؤسسة المجتمع المدني أو أي مؤسسة من القطاع الخاص، فبيتقوم بالأعمال كل العظيمة. كل واحد ليه دور. أدوار بقى في أدوار بتناط بالأضلاع الأخرى، بمؤسسة المجتمع المدني، بالقطاع الخاص، وكل بيتكامل الدور لتحقيق هذه التنمية مع مراعاة المفهوم الكبير اللي هي التنمية المستدامة. أيوة التنمية عشان كده احنا بنحافظ على بنود وعناصر التنمية المستدامة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي أهداف كلها احنا بنسعى ليها، ان احنا جزء من هذا الوطن، ودورنا والمنوط بينا ان احنا مش نطبطب بس على بعض، لا احنا ناخد بإيد بعض. انت حضرتك شفت ان انت تقدر تساعدني في حاجه، ده واجب عليك انك انت تعمل كده. دي الاخلاقيات بتاعتنا اللي تربينا عليها سواء كان انسانيا او دينيا من قبل ذلك، وده حرص مؤسسه نبض الحياه. تاني بكرر في كل مره الدعوه بتاعتي، انا قبل كده كنت بدعو الافراد، النهارده انا بدعو الافراد والمؤسسات والجمعيات الاهليه، كلنا نبقى ايد واحده عشان نرتقي ونوصل لافضل مكانه ممكنه، ان احنا نخلي مفيش بيت في مصر وبعد كده نطلع تاني ننتشر في العالم كله ما يكونش عنده حاجة الا ونقضيها بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذا الاستثمار الخيري وهذا التعاون الرائع، وخصوصا في اكبر وقف خيري في الشرق الاوسط بفضل الله سبحانه وتعالى. ومصرنا دائما رائدة، وهي في هذه الاونة تستشرف مستقبلها الكبير، وهي دائما على مستوى الريادة والقيادة دائما وتقديم النموذج الأمثل. خلونا نروح للتقرير الأخير معانا في هذه الحلقة ونرجع لحضراتكم. وتتوالى قصص النجاح والعمل الدؤوب من مؤسسة نبض الحياة، فبعد نجاحها في تنظيم المؤتمر الأول للاستثمار الخيري بالقاهرة، فقد انتقلنا في اليوم التالي مباشرة لمزرعة وقف النخيل بسهل قروين بالفرفرة، لكي يشاهد المسؤولون عن الجمعيات الأهلية على أرض الواقع أكبر مزرعة وقف خيري لتمر المجدول على مستوى العالم. بما ان حضراتكم شرفنا امبارح في المؤتمر الاول اللي اطلقته مؤسسه نبض الحياه، والنهارده على ارض الواقع معانا في المزرعه، انا حابب اوضح نقطتين. النقطه الاولى، احنا ليه عاملين المبادره دي؟ احنا عاملين المبادره دي عشان نطلع من دايره او من فكر ان الجمعيات طول الوقت بتخاطب الناس بالتبرعات علشان تمارس انشطتها، فتقدر تكفل يتيم، فتقدر تجوز عروسه، فتقدر تعمل سقف لحد ما عندوش سقف، او تبني له بيت، أو تقدر تعمل إعمار مساجد للمساجد اللي محتاجة إعمار، أو أياً كان نوع نشاطها. تبدأ تطلع من دايرة الاحتياج في مخاطبة الجمهور للتبرع لفكرة إن هو عنده عائد استثماري يقدر ينفذ نشاطه من خلاله. ده حلمنا، دي الرؤية بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصل لها في 2030 إن شاء الله. نفسنا نحلم احنا 52 ألف جمعية على مستوى جمهورية مصر العربية أو أكتر، يعني تعدينا الرقم ده 52 ألف جمعية. تخيل حضرتك لو من كل 1000 جمعية واحدة بس أو مؤسسة واحدة بس بدأت تفكر في الفكر الاستثماري. إحنا بنسعى إن إحنا نوفر لكم طرق تمويل، أو نوفر للجامعات طرق تمويل، لأن مش هدفنا بس إن إحنا نتم المشروع. إحنا هدفنا إن الجمعيات والمؤسسات يكون ليها عائد أو يكون ليها جدوى اقتصادية من المشاريع
تصرف على الأنشطة بتاعتها، ما نفضلش طول الوقت بنقول للناس والنبي تعالوا ساعدونا علشان نقدر نساعد الناس. دي الفكرة. الهدف من الدراسة بشكل كامل إن احنا نقدر نوفر أكبر سبل مساعدة أو تيسير للجمعيات في الاشتراك في مشروع وقف النخيل الخيري لمؤسسة نبض الحياة. حالياً الحمد لله بصدد إيجاد آلية تمويلية من إحدى البنوك الزراعية بتعاون مع نبض الحياة بحيث إنها برضو توفر لحضراتكم السيولة للي عايز من الأول خالص يوفر سيولة ويعمل نظام تقسيط على سنين مثلاً مع بنك. فإحنا دلوقتي بنسعى في هذا الموضوع إن شاء الله الرحمن. وبنسعى فيه كمان بعرضنا ان نبض الحياة هي الضامن لكل من يقترض. يعني حضرتك لو كجمعية اقترضت احنا هنكون الضامن ليك لو انت داخل في مشروع نبض الحياة. احنا هنتبرع دلوقتي، ايه وجه الاستفادة اللي هستفيدها الفقراء من اهل قريتي؟ يعني اهل قريتي دلوقتي محتاجين مبلغ معين مساعدة الفقراء والايتام والمساكين وتوصيل مياه، تمام. انا جيت عملت هنا نخيل، ايه وجه الاستفاده وايه اللي هيربطنا الميثاق الغليظ بيننا وبين بعض او المواثيق اللي تربطنا ان هيدور عائد فعلا على جمعيتي وعلى قريتي بعد ما اجمع لحضرتك التبرعات هنا، مع ان انا واثق 100%، ولكن عايز حضرتك توصل رساله اهل قريتي. من حقك كمتبرع ان انت تخصص ان العائد ده يتم صرفه على احتياج لقريتك، مفيش مانع من الكلام ده خالص، وبيبقى في عائد بيربط بيننا وبينك في الكلام ده. ماشي. حاجه تانية برضو اوضحها، ماشي، مثلا ان كمان حضرتك النهارده كجمعيه انت النهارده بتخصص لك مساحه ارض، فالعائد بيرجع ليك انت كجمعيه لاهل قريتك مساعدتهم، تمام. هو العائد المخصص ليك في المساحه اللي انت اخترتها، فدان 2 10 100، هو حضرتك بتاخد العائد بتاعك هيك اللي بتصرفه فيه في مشروعاتك التنمويه في مكانك. حضراتكم والاستثمار الخيري، وطبعا فكرة ان رؤساء المؤسسات والجمعيات يروحوا مؤسسة المجتمع المدني، يروحوا المشاركين اللي شاركوا في المؤتمر واللي شاركوا ايضا في انهم يروحوا ويشوفوا مزرعة وقف النخيل بشكل عملي وواقعيا. انا عرفت من الادارة عندنا ان في اكتر من 500 مؤسسة وجمعية قدموا طلبات ان هم يتعاونوا معنا ويتم التعاون معنا. اللي حضر المؤتمر معانا بفضل الله سبحانه وتعالى، كان طبعا ما كانش متاح ان كل دول يحضروا، بفضل الله سبحانه وتعالى تم دعوه 250 مؤسسه كلهم جوه، ومنهم رئيس اتحاد الجمعيات الاهليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ومسؤولين كتير جدا. الكل حريص على فعلا على التعاون ده، وان ده التعاون الاول من نوعه في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني دايما التعاون بيتم في اشياء كتيره جدا، لكن انت تتعاون على وقف خيري، ان انت تكبر الوقف الخيري ده، هو ده بصراحة هي زي بيقولوا كده ضربة معلم فضل الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده اي حد بيتابع الحلقات بتاعتنا كان دايما ديداننا في مؤسسة نبض الحياة واحنا بنتكلم بنقول يا جماعة لازم يكون ليك باب في عمل الخير، سواء كان معانا او مع غيرنا. طبعا النهاردة بقى بنقول بفضل الله سبحانه وتعالى احنا نفسنا كمان بنقدم يد العون والمساعدة لكل الناس عشان نفضل بفضل الله سبحانه وتعالى يصيبنا هذا الحديث الدل على الخير كفاعله. ولما تبقى الجمعيات تعاونت فيما بعضها اهل الخير بيكتروا قوي. طبعا اهل الخير ليه بقى؟ ما هو انت واللي عايز يشتغل بيخش. أيوة. واللي عايز يشتغل واللي عايز يبقى ليه نتيجه فعليه وحقيقيه، واللي مش عايز يشتغل مش هيقدر يخش. ما خلاص بقى هو مش عاوز يشتغل. ولكن الحمد لله رب العالمين احنا نحسن الظن في كل الناس طبعا، ان كل الناس عايزه تشتغل، ولكن محتاجه تلاقي فرصه حقيقيه يكون منها نقطه الانطلاق. والحمد لله رب العالمين كانت مؤسسه نبض الحياه هي الرائده والسابقه في نقطه الانطلاق دي. فبنقول ان اي حد في مجال العمل الخيري يقدر يحط ايديه في ايدينا ويتعاون معنا. احنا النهارده بنتكلم في 8000 فدان، ليه ما يبقوش 10؟ ليه ما يبقوش 15؟ ليه ما يبقوش 100؟ ليه ما نعمرش كل الصحراء؟ نطاق المشاركه. ويمكن في كلمه حلوه قالها الشيخ حافظ خلتني اعدي الجمله، لا اللي مش عايز يشتغل هيشتغل. طبعا خلاص مش عايز يشتغل هيشتغل، هيبقى دافع للمشاركه. لان احيانا اللي بيبقى اللي موقفني احيانا بيبقى اللي موقفني عن الشغل ان انا مش لاقي فرصه حقيقيه ابدا منها او نقطه معينه ابدا منها.
فالنهارده لما تبقى النقطه موجوده امكانيات ربما تكونش مساعداني اني ابدا بشكل طبعا ايوه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يرسل الناس للناس لينفعوا بعضها، عشان كده في الايه الكريمه ايه، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. مش ينفع الانسان ولا ينفع مؤسسه ولا ينفع ولا ينفع ولا ينفع للمسلمين بس ولا للمؤمنين بس، ينفع الناس. ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فنفع الناس وده المعنى الواسع الشامل الحلو، ونفع الناس لا ياتي الا بالتعاون والا بالاختلاط والتجارب. والحمد لله رب العالمين احنا عندنا تجربه ناجحه بننقلها لكل الناس، وبنقول يا جماعه احنا ايدينا مفتوحه لكل الناس. النهارده تاني بكرر، انا مش بس بدعو الافراد، انا كمان بدعو المؤسسات والجامعات الاهليه كلها. كل حد شايف انه عنده ابواب وملفات مفتوحه مش عارف يغطيها، انا بقول له انا هديك فرصه ان انت تقدر تغطي ملفات الخير اللي عندك دي والانشطه الخير وتقديم المساعده للناس، لان ده جزء من عملي ان انا اوصل للاكثر والاشد احتياجا في كل مكان. انا مش هقدر اوصل لبعض القرى والنجوع الا عن طريق الجمعيه الاهليه دي او المؤسسه الخيريه دي، فانا بقول لها تعالي واحنا ايدينا في ايدين بعض نوصل ونقضي حاجه ونقضي على احتياج الناس باحسن وافضل صوره واحنا مرتاحين. احنا مش وده في النهايه بيصب في مصارف الخير كلها. خلاص بقى النهارده لما تتسع هذه الدوائر ودوائر المشاركه والوقف يكبر قوي بيبقى في عمليه التمويل الذاتي للمؤسسات والجمعيات. ايوه خلاص بقى في تمويل فعلا ذاتي دخل ثابت، والتنميه المستدامه والمساهمه في يعني في 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 تنميه حتى البلد. أيوة وتبدا تفتح ملفات تانية ما كنتش فاتحها قبل كده. أيوة لما كان موقفك عنها ان انا ما فيش تبرعات كفايه، ما فيش دخول كفايه، كل ده بيكون بسبب بس وتعاونوا على البر والتقوى. بشكرك شكرا جزيلا فضل الشيخ حافظ عبد الرحيم حافظ على ما تفضلت به في هذه الحلقة، ونلتقي دائما على كل هذا الخير. أشوف حضرتك على خير والسادة المشاهدين على خير يا رب. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.